وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. يقول أهل العلم: أفضل هذه الثلاثة هي علم ينتفع به، وهو العلم الشرعي، كأن يكون الإنسان عالما من علماء المسلمين، ففتاواه ودروسه ومحاضراته وخطبه وكتبه تكون كلها أجر مستمر له. وحتى لو كان عليه ذنوب، فإن استمرار هذا العلم بنفع الناس بعد وفاته يكون مكفرا له عن سيئاته، ويصل ثوابه إليه في قبره ويبرد عليه. لكن قد يقول قائل: أنا لست عالما بالشرع، خلاص يعني فاتني هذا الأجر؟ أبدا. الحمد لله أننا في عصر يمكننا أن ننقل العلم وننشره بكبسة زر، فالأشرطة والهواتف والإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي أصبحت تنقل المحاضرات والدروس إلى ملايين وبثواني معدودة، فكأنها شيوخ متنقلة، فلماذا لا تشارك فيها؟ بحسب علمي فإنه لم يحدث في عصر من العصور أن يقول داعي محاضرة أو درس ويستمع إليه الملايين إلا في هذا العصر، وأنت لا تدري كم يمكن لشخص أن يتغير بسببك. فحاول أن تبدع في نشر الخير، واجعل لك في كل جهاز علما ينتفع به تقوم أنت بنشره. وسائل الهاتف، الحاسب الآلي، البريد الإلكتروني، وسائل التواصل الاجتماعي، بكل شيء فيه إرسال تقوم بنشر هذا الخير، وبحسب توفيق الله تعالى تؤسس لك علما ينتفع به، ولكن بشرط أن تتأكد قبل أن ترسل. والله أنا أحيانا عندما يكتبوا لي في آخر رسائل انشر تؤجر، أقول لبعضهم: لا تنشر تؤجر، لأن بعض الناس ينشر كل شيء ديني يصل إليه، فكم من أحاديث موضوعة لا أصل لها دارت، وكم من معلومة خاطئة لا أساس لها انتشرت، فيهدم الإنسان بدل أن يبني. وقد يقول قائل: كيف أعرف هل هذا الحديث صحيح أم لا، وهل هذه المعلومة صحيحة أم لا، أنا لست عالما؟ الجواب: إذن أنقل عن العلماء، فإذا جاءك شيء من عالم بالصوت أو بالصوت والصورة فانشره، أو جاءك شيء مكتوب من شخص أنت تعلم أنه لا ينشر كل ما جاء بل هو ثقة يتأكد وينقل على العلماء، فهذا انشر عنه، نعم هنا تؤجر عليه. وإلا فلا تنشر كلاما لا تعلم سنده، لأن الله تعالى قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. واسمح لي أن أبشرك، نعم أبشرك بأنك لو علمت الناس الخير فإنه سيحدث لك شيء عظيم، ولكنك لا تسمعه ولا تحس به. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير. يا الله، تخيل لو استطعت أن تسمعهم وهم يصلون عليك، يعني يستغفرون لك، أنا لا أظن أن قلبك سيستحمل ذلك.